السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مراد فيزا فاموس. اليوم جبنا لكم خبر مليح بزاف يخص مواعيد إسبانيا، وخاصة يفرح الناس اللي استفع على العاصمة. شركة بيالات فيزا سيرفيس أعلنت على إطلاق نظامها المحسن لجدولة المواعيد الخاصة بدولة إسبانيا. بالنسبة للمتقدمين على العاصمة راح تكون اعتبار من 2 أكتوبر 2022، والناس اللي تدفع على وهران من 9 أكتوبر 2022. الموقع هو كما راه موضح لهنا http://algerien.bialespanvisa.com. ندخلوا لهذا الموقع عبر اي متصفح انترنت. بمجرد ان ندخلوا لهذا الموقع ستظهر وحدة حجز المواعيد على الشاشة تاعنا، تخرجنا اون باج نحن راح نديروا فيها، نقوم بانشاء الحساب الخاص بينا، حساب بيالاس عفوا الخاص بينا. الحساب هذا راح يطلب منا المعلومات الشخصية تاعنا، ندخلوا اللقب تاعنا، الاسم الاول، هنا كاتبين الاسم الاول، هنا الجزائريين عندنا لقب واسم واحد، ما معناش الاسم الثنائي والثلاثي، ما راح ندخلوا الاسم واللقب تاعنا بشكل عادي. عنوان البريد الالكتروني، ندخلوا الايميل تاعنا بشرط انه يكون ايميل اللي نستعملوه ديما ومتاكدين منه الموت باس تاعو. ندخلوا كذلك الرقم الهاتف تاعنا، بالنسبه للناس اللي عندهم دو نيميرو ولا من الافضل انك تدخل نيميرو دو تليفون اللي تمشي به بزاف. من بعد راح نديروا كلمه مرور، بالنسبه للموت باس هما مدايرين فيها قيود، كحد أدنى ندخلو 8 أحرف وكحد أقصى 16 حرف. سما كلمة المرور تاعنا حتتكون من 8 أحرف كحد أدنى ومن 16 حرف كحد أقصى. قالك ثاني لازم يكون فيها حرف كبير على الأقل وحرف صغير، سما واحد ماجيسكول وواحد مينيسكول. كذلك عطاونا مجموعة من الرموز وقالونا باللي كما راكم تلاحظوا هنا بين قوسين لا يسمح بأحرف خاصة أخرى، سما قصدهم من بين هاد الرموز لازم نلتزموا بها. عطاونا الرمز هذا الأند، عطاونا علامة استفهام، عطاونا نجمة ورقم والرمز عفوا تاع هذيك 100%، علامة تعجب، عطاونا الاس هذه تاع دولار ودياز واغوباز. لازمنا نتقيدوا بغير الرموز هادو، بالرموز هادو فقط. من بعد راح ندخلوا رمز الاو تي بي، رمز الاو تي بي هذا راح توصلنا رساله في البريد الالكتروني تاعنا يجينا فيها الرمز هذا، نعاودوا ندخلوه وندخلوا كلمه المرور الخاصه والتي ستتيح لنا التأكيد من تسجيلنا والاتصال بحساب بيالاس الخاص بنا. سمحنا رانا قمنا بإنشاء حساب بيالاس خاص بنا وتأكدنا من اللي رانا أنشأناه. فيما بعد ستظهر شاشة تطلب منك إدخال رمز التحقق الذي ستتلقاه بعد إدخال الكابتشا. سمح لنا نتحققوا من رمز، من سمح لنا يطلبوا منا أن ندخلوا رمز التحقق، يعطينا الكابتشا، مجرد أن نتحققوا من صحتها رايح يطلب منا ملء المعلومات الخاصة بنا فيما يتعلق بمكان الإقامة. المعلومات أنا دخلنا رمز التحقق الذي ستتلقاه بعد إدخال الكابتشا، سمح لنا نتحققوا من رمز، من سمح لنا يطلبوا منا أن ندخلوا رمز التحقق، يعطينا الكابتشا، مجرد أن نتحققوا من صحتها رايح يطلب منا ملء المعلومات الخاصة بنا فيما يتعلق بمكان الإقامة. المعلومات أنا دخلناها من قبل، هنا راح نزيدو ندخلو مكان الإقامة تاعنا بعد التحقق من صحة البيانات. راح يوجهونا تلقائيا إلى صفحة الدفع عبر الإنترنت اللي هي اسمها ساتيم كما راه موضح لهنا، وش راح يطلبوا منا أن ندخلو اسم واللقب تاعنا، كذلك بما انها قلنا الدفع بالانترنت راح ندخلوا رقم او ارقام بطاقات الدفع تاعنا، كل واحد فينا واش عنده بطاقه ذهبيه او غير ذلك، ارقام السي سي في عفوا. ندخلوا ثاني تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه الانتهاء بعد التحقق من صحه التسجيل. بعد راح تظهر لنا سماحين بمجرد ندخلوا رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء تصلاحية تاعها، راح نجينا كل تفاصيل حول البطاقة تاعنا. ومن بعد يطلبوا منا ان ندخلوا كلمة المرور اللي عطاوها لنا في لابانك، سمات البطاقة المصرفية تاعنا.
بمجرد التحقق من صحة الدفع عبر الانترنت، ما كيتأكدوا باللي لاكارت تاعك مليحة وفيها دراهم، باللي راك قادر تسلك الرونديفو تاعك بالدفع عبر الانترنت، رايحين يعطيوك خطاب الموعد تاعك. سما هنا رايحين راح يخرج لك الرونديفو تاعك، تمبريميه سي بون، راك تحصلت على رونديفو، مبروك عليك. يرجى ملاحظة لهنا، قال عطاونا ملاحظة اللي هي في يوم الموعد في مركز بيالاس، قال لك يجب تقديم جواز سفريك، الرسالة التي تؤكد الموعد، تأشيرة ملف الطلب وفقا لفئة التأشيرة الخاصة بك، مع المستندات الداعمة المطلوبة من قبل قنصلية مملكة إسبانيا في الجزائر العاصمة وهران. سما هنا نديو معنا الدوسي تاعنا، نديو جواز السفر والرونديفو تاعنا، هذا واش قصدهم. قال لك ثاني كاين معلومات فيما يخص الرسوم، رسوم الخدمه باللي لا بنك، والرونديفو تاعنا كما سبق وذكرنا باللي سلكناه عبر الانترنت، باللي ما يتحملوش مسؤوليه انهم يرومبورسيوك في الدراهم هادوك في حال ما اذا ما رحتش للرونديفو تاعك. هنا كما رانا نلاحظوا لهنا، قال لك لا يتحمل فرع البنك مسؤولية توافر المواعيد ولا عن قرار منح التأشيرة من قبل القنصلية الإسبانية بخصوص طلب التأشيرة الخاصة بك. رسوم الخدمة المدفوعة بالإنترنت غير قابل للاستيراد للاسترداد، ما يروبورسيوناش فيه، وغير قابل للتحويل في حال عدم الحضور إلى الموعد. كذلك هنا عندنا ملاحظة، قال لك بعد تحديد موعد الموعد لن تتمكن من تغيير تاريخ الموعد، سما كي نحكموه بأون دات سي بون، ما نقدوش نعاودو نروحو نموديفيو هذيك العادات نبدلوها. لن يتم تعويضك في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد، ولن يكون إيصالك صالحا بعد الآن. سما راح يتعين علينا أن نحكمو رونديفو جديد ونعاودو العملية كيما بديناها المرة الأولى.